العرق اللي في الادراج ديال الامازيغ الخليبيه كانت في الحقيقه، لان كانت بعض الجيوب المقاومه، كانت بعض المشاكل اللي تطرح، وكان غياب ديال القوانين التنظيميه الى اخره. ولكن في هذه السنه هذه ديال 2020 حتى الان كاينه اراده سياسيه، كاينه موارد ماليه، كاينه موارد بشريه، وبالتالي فما تنظنش انه غيكون عراقيل من غير الا كانت عراقيل مزاجيه، وهذه المزاجيه خصنا اننا يعني نقاوموها بالشكل اللي هو تفضلته. استمارات وملاحظة الأجسام وتقييم الدراسية ثم تحليل بهذا ذلك ما يسمى بالمثلث البيداغوجي، واللي كل ما يتعلق أو ما يقابل الأستاذ، كل ما يتعلق بالمعارف وكل ما يتعلق بالمتعلم. جريدة العالم الأمازيغي نسنت زمان بدا النضال، لأن الإعلام الأمازيغي مولاة السنة ميدروس وقت النات اللاتويزا نسي بودان قال العالم الأمازيغي أيد نساق جاكرا وغادرا خلاص أرسني ميرشي ديال أسلم هذا النخ أسلم هذا النخ خلافي في الخميس نتبو بناخي شاخ تقول إن ديتكا تزمار إن ديتكا سيرتو لونسينيمون دو لا لونغ أمازيغ راستيني خي اتسمات مثلا قرانت خاطينا اكنا وراستيني خي اي يوز من يكوني جي معنا تبدا الفرصة مثل اوكازيون غادي يسمعنا، ولكن انتبعت سم اصدارات الناس سميت شا اثنازي هذا السترة تو درتي غسيفنا اي ومدانا مازيخ اللي قالت الجريدة اللي وتغير صرافه عليا وغسل ستاوي يعني اسمي باش عندي سي كفا وسمات سمات كي كان دغاو سيمين نيرا دسياوس وسلم بنتو ثلاث تنازير سلاو انت في اطار ما يسمى بيداغوجيا المشروع يعني اصدار اشكو كونت لونسي لا لونغ il faut qu'il y ait un lien avec la communauté نتوما هنا كتساهموا هذا لو لين، لان باش انا غادي نحس بلامبورطونس دو لونغ خاصني نلقاها في التيران سيغتو ليكري باسكو لا نازيغ سي دابور دو لونغ باغي، ولكن ليكريتور دروس الى ليميت بعدا الحمد لله بلاد بلاد مازال تسوق للفضاء